دائما بسم الله نبدأ نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات 2 من ضمن مواضيع الباب الثالث وهو بعنوان Memory Organization. ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 3 Lecture 7 Segmented Page Mapping Numerical Example. وبعد أن استعرضنا كيف نعمل المابينج في حالة Segmented Page في الدرس السابق، نأخذ في هذا الدرس مثالا لمزيد من التوضيح. في هذا الدرس سنستعرض Typical Logical and Physical Address Formats ونعرف كيف تكون أشكال هذه الأدريسز في حالة اللوجيكال أو الفيزيكال، كما سنعرف Typical Address Mapping Example بالتفصيل. Typical Logical and Physical Address Formats. عندنا الآن نفترض أن هنالك Logical و Physical Addresses Specified بالفورمات الموضحة لكل منهما. في الرسم الأول عندنا Logical Address Format. هذا Logical Address كما نرى يتكون من 20 bits. 4 bits منها تستخدم في حقل السيجمنتس. إذا كان عندنا 4 bits في هذا الحقل، فإن مجموعة السيجمنتس الكاملة تصبح 2 مرفوعة للقوة 4 يساوي 16. في حقل البيتشز عندنا 8 bits، إذا مجموعة البيتشز 2 مرفوع للقوة 8 يساوي 256. وكذلك الحال في حقل الوير، عدد الويرس الكلي 2 مرفوع للقوة 8 يساوي 256 ويرس. إذن هذا اللوجيكال أدريس قد يكون فيه سيجمنت فيه صفحة واحدة، وبالتالي هذا السيجمنت يتكون من صفحة واحدة، أي يتكون من 256 كلمة. إذن the smallest segment يساوي 1 page وفيه 256 words. أما أكبر segment في هذا اللوجيكال أدريس فيمكن أن يكون فيه 256 صفحة وفي كل صفحة 256 كلمة. إذن the largest segment قد يكون فيه 256 page، أي 64 كيلو من الwords في كل صفحة 256 ويرس. هذا اللوجيكال أدريس. نأتي للفيزيكال أدريس. الفيزيكال أدريس الموجود في المين ميموري أيضا يتكون من 20 بيتس، ولكنها مقسمة إلى بلوكس وويرس. بلوكس وويرس. عدد البيتس المستخدمة للبلوكس 12، إذن عدد البلوكس الممكنة 2 مرفوع للقوة 12 يساوي 40 96، وعدد البيتس المستخدمة للويرس 8، إذن الويرس 2 مرفوع للقوة 8 يساوي 256. هذا يشكل لنا physical memory يتكون من 22 في 32، يعني 22 موقع مختلف، وكل موقع يمكن تخزين بيانات فيه طولها 32 بيتس. إذن الفيزيكال ميموري عبارة عن 22 في 32. أي بيتش في اللوجيكال أدريس، أي بيتش من هذه 256 بيتشز عنده بلوك مطابق له في الفيزيكال ميموري. ومن ضمن أعباء الميموري مانجمنت يونت إنه يعمل المابينج بين هذه البيتشز وتلك البلوكس، البيتشز الموجودة في اللوجيكال أدريس والبلوكس الموجودة في الفيزيكال ميموري. طيب الآن consider a program loaded into memory that requires 5 pages. لنفرض أنه لدينا برنامج تم تحميله إلى الذاكرة
وهذا البرنامج يتطلب 5 صفحات. The operating system may assign segment 6 and pages 0 to 4 to this program. نظام التشغيل في الحاسب خصص السيجمنت رقم 6 والصفحات من 0 إلى 4 لهذا البرنامج. إذن أصبح عندنا Logical Address Assignment. يوضح لنا Hexadecimal Addresses في العمود الأول و Page Number في العمود الثاني. الهكسادسيمال أدريسز من 60,000 وحتى 64FF لتغطي الصفحات من 0 إلى 5. إذا نقول إن Total Logical Address Range لهذا البرنامج is from hexadecimal 64 إلى 604FF. طيب في Segment Page versus Memory Block Assignment, Segment Page versus Memory Block Assignment, نجد أن الـ Operating System حدد السيجمنت رقم 6 لهذا البرنامج وأعطاه الصفحات 0, 1, 2, 3, 4 ومجموعها 5 صفحات. هذه الصفحات لها بلوكس مكافية. بيج 0 يوائم أو يطابق بلوك 0, 1, 2 وبيج 1 يلائم بلوك 0, 0, 0 وهكذا. بيج 2 لهذا البلوك, بيج 3 لهذا البلوك وبيج 4 لهذا البلوك. When the program is loaded into physical memory, it is distributed among 5 blocks. البرنامج الذي كان في اللوجيك هنا عندما تم تحميله إلى الفيزيكس خصص له 5 بلوكات مكافئة للـ5 صفحات التي كانت في اللوجيكال أدريس. هذه المعلومات من هذه الجداول نأخذها إلى السيجمنت بيج تيبلز. الآن نفترض أن اللوجيكال أدريس كان مكونا بهذه الطريقة, 6 في خانة السيجمنت و2 في خانة البيج و7E في خانة الوير. سنتبع طريقة المابينج التي شرحناها في درس سابق لنصل من اللوجيكال أدريس إلى الفيزيكال أدريس. طيب عندنا في خانة السيجمنت الرقم 6, هذا سيأخذنا إلى السيجمنت تيبل ونذهب مباشرة إلى الأدريس 6. هذه 6 أتت بنا إلى أدريس 6. لاحظ معي أن السيجمنت تيبل يتكون من 16 سيجمنتس من سيجمنت 0 وحتى سيجمنت F وعددها 16. ليش 16؟ لأنه قلنا إن اللوجيك فورمات فيه 4 بيتس هنا و 8 بيتس هنا و 8 بيتس هنا, وهذه الأربعة عطتنا 2 مرفوع على القوة 4 يساوي 16. إذن عدد السيجمنتس الكلي 16 من سيجمنت 0 وإلى سيجمنت F. ما يهمنا هنا هو سيجمنت 6. لماذا؟ لأن اللوجيكال أدريس كان فيه الرقم 6 في هذه اللحظة. ماذا نجد في سيجمنت 6؟ نجد بداخله عدد, العدد 35. هذا يمثل لنا أساس الصفحات كأنه هو بيج 0. طيب ننتقل الآن لنستفيد من هذا البيز في البيج تيبل. كيف نستفيد؟ نأخذ هذه 35 باعتبارها أساس ونجمع لها ما موجود في البيج فيلد في حقل البيج وهو 2 لنحصل الرقم 37. إذن 37 هي الصفحة الثانية في سيجمنت 6. هذه 37 هي الصفحة الثانية في سيجمنت 6. والآن ذهبنا إلى سيجمنت 6 إلى الصفحة الثانية لنجد ماذا؟ لنجد البلوك 019.
هذا البلوك الذي وجدناه في الصفحة الثانية من سيجمنت 6 نكتب بجوار الكلمة الموجودة في اللوجيكال أدريس، فتصبح 019 مكتوبة بجانب 7E. من أين أتينا بال7E؟ هي الكلمة المكتوبة في حقل الكلمات في اللوجيكال أدريس، فيصبح عندنا هذا المكون الكامل 0197E هو الفيزيكال أدريس في المين ميموري. هذا المكون يأخذنا إلى هذا المكان. هنالك في الفيزيكال ميموري عدد من العناوين تكفي سعة الذاكرة. العناوين التي تبدأ بالأصفار تشكل بلوك 0، والعناوين التي تبدأ بال 0 1 2 تشكل بلوك 1 2، وهكذا حتى نصل إلى هنا وهو بلوك 19، بلوك 19. في داخل هذا البلوك عدد من الويرز يهمنا منها بالذات الويرد التي تقع عند هذا الأدريس 0197E. هذه الويرد وهي مكونة من 32 بت هي الموقع المكافي للوجيكال أدريس، يعني وصلنا إلى هذا العنوان 0197E باستخدام السيجمنت تيبل والبيتش تيبل كما شرحنا قبل قليل. نلخص مرة أخرى بسرعة، السيجمنت نمبر يأخذنا إلى رقم السيجمنت في السيجمنت تيبل حيث نجد البيز، هذا البيز يمثل الصفحة الأولى، ولكن بما أن الرقم في حقل الصفحات هو 2 نجمع هذه الاثنين إلى البيز نمبر لنحصل الصفحة الثانية في السيجمنت وهي صفحة 37. ماذا نجد في هذه الصفحة؟ نجد البلوك نمبر. البلوك نمبر عندما نكتبه مع الويرد نمبر الموجودة في حقل الويرز نتحصل على الفيزيكال أدريس. هذا الفيزيكال أدريس يقودنا إلى بيانات مشكلة من 32 بت في الذاكرة في موقع حقيقي داخل المين ميموري. إذن الآن تم المابينج ما بين اللوجيكال أدريس إلى الفيزيكال أدريس ووصلنا إلى المكان المحدد في الفيزيكال ميموري. طيب، هنالك ملاحظات يجب أن نسجلها. أولا، the base of segment 6 is at address 35. عندما ذهبنا إلى segment table وإلى segment رقم 6 وجدنا الرقم 35. إذن 35 هي أساس هذا السيجمنت. Batch 2 of segment 6 is at address 35 اللي هو الأساس زائد 2 اللي هي جبناها من الباتش فيلد. هذا هو اللوجيكال أدريس. في السيجمنت فيلد عندنا الرقم 6، وفي الباتش فيلد عندنا الرقم 02، وفي الويرد فيلد عندنا الرقم 7E. هذه كانت مكونات اللوجيكال أدريس. هذا حقل السيجمنت، هذا حقل البيتش، وهذا حقل الويرد. طيب، the physical memory block is found to be 019. وهذه بعد عملية المتابعة، ذهبنا إلى سيجمنت 6 وأضفنا 2 إلى البيز اللي وجدناه في سيجمنت 6 لنتحصل على البيتش نمبر وطلع 37. في 37 وجدنا البلوك نمبر. الآن الويرد 7E in block 19 gives the 30 bit physical address. هذا هو الفيزيكال أدريس، مكون من البلوك والويرد من حقل الويرد. هذه 7E أتت من هنا. لاحظ معنا أن different segments can use the same block of memory for sharing a program by many users.
ممكن سيجمنتس مختلفة تشترك في نفس البلوك بتاع الميموري لتتيح الفرصة لأكثر من مستخدم للاستفادة من هذا البلوك. كمثال سيجمنت 6 بيت 0 وسيجمنت 15 بيت 0 الاثنين بيشتركوا في بلوك 12. سنعود إلى الشكل لنرى هذا سيجمنت 6 بيت 0 وسيجمنت 15 بيت 0 الاثنين يطابق أو يكافئ بلوك 12. نرجع لنرى ذلك. الآن أنت ترى بيت 0 في سيجمنت 6 هو 35 هو البيز، هذا داخله بلوك 0 12 وآخر هذا بيت 6 البيز بتاعه 35 كأنه هذه الصفحة الأولى في هذا البيتش تيبل. وسيجمان F اللي هو سيجمان 15 البيز بتاعه A3. نأتي إلى A3 نلقاها برضها بتوائم البلوك 12. إذن هذين سيجمانس مختلفة لكنها تشير إلى نفس البلوك، هذا يشير إلى هذا البلوك وهذا يشير إلى هذا البلوك، الاثنين اشتركوا في نفس البلوك وهذه ميزة لإتاحة الفرصة لأكثر من مستخدم للاستفادة من نفس البلوك في الفيزيكال ميموري. وبذلك نكون انتهينا من هذا المثال حول السيجمنتد بيتش مابينج، وبه نختم دروس الباب الثالث، ونرجو أن تكون هذه المواضيع التي طرحناها في هذا الباب واضحة لكم، وشكرا على المتابعة.